حياكم الله مشاهدينا الكرام وفي قناة ميديا تيفي، وأهلا بكم في هذا العدد الجديد من مجلتكم الخبرية اليومية كل شيء عن جائحة كورونا. ونرصد فيها بداية أجواء اليوم الأول داخل المنطقة الأولى المشمولة بتخفيف إجراءات الحجر الصحي، على أن نتطرق بعد ذلك للتأثيرات النفسية والاجتماعية للحجر الصحي على فئة الأطفال، على أن نتوقف أيضا في المحور الثالث عند التدابير المتخذة من قبل وزارة النقل استعدادا لاستئناف نشاط النقل الطرقي عموما. مرحبا بكم. إذن بدأ اليوم وبشكل رسمي تفعيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم، انطلاقا من التصنيف الذي تم اعتماده وفق المعايير المحددة من قبل السلطات الصحية. وهنا سنرصد الأجواء داخل المنطقة الأولى، منطقة واحد المشمولة بتخفيف إجراءات الحجر الصحي، والنموذج من إقليم سطات. فبعد خلوه من الإصابات بفيروس كورونا استفادت الساكنة من تخفيف ملحوظ فيما يتعلق بالتنقل والقيام بعدد من الأنشطة الاجتماعية في أول يوم من تطبيق مقتضيات هذا المخطط. من مدينة سطات تتابع هذا الريبورتاج لإيمان مجيب ويونس الصغيري. الحياة تعود لإقليم سطات بعدما يقارب 3 أشهر من الركود. في أول يوم من تطبيق مقتضيات مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تستأنف بعاصمة الشاوية لتضخ نفسا جديدا بمعالم المدينة. رحنا بزاف لأنه الحمد لله بعد واحد الصبر ديال أكثر من 84 يوم خرجنا، وأخيرا الحمد لله اليوم شوية كنشموا الهواء وكنشوفوا المدينة، وهذا الشيء بحق كيعطينا كذلك واحد الحرص نخافوا أكثر، لأنه نخافوا باش ما يرجعش عاوتاني هذا الشيء خصنا نحتاطوا أكثر. دابا بيني وبينكم واخا خارجين محتاطين أكثر. اليوم كنحسوا براسنا تنفسنا شوية الحمد لله، حنا خرجنا وخرجنا الوليدات من بعد 3 شهور يعني الدار. اليوم بحال حسينا شي حاجة جديدة الحمد لله، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء. انتماؤهم للأقاليم المصنفة في المنطقة رقم 1 جعل سكان مدينة سطات مفتخرين بهذا الإنجاز وممتنين للجهود المشتركة لكل من الفرق الطبية والسلطات المحلية في السيطرة على الوباء. هذه رسالة كذلك باش أننا يعني نضاعفوا الجهود ديالنا باش نحافظوا على هاد القيمة الصحية اللي احنا تنتواجدوا فيها اليوم لكي تعم يعني الصحة والسلامة. اختي ضروري باش نبقاو التباعد الاجتماعي وهادشي نبقاو ملتزمين به، كمامات والتعقيم باش المدينه ديالنا ما ترجعش عاوتاني النقطه ديال الصفر ونرجعوا عاوتاني الحجر الصحي. اقليم سطات والذي صنف ضمن منطقه التخفيف رقم 1 يعتبر اليوم خاليا تماما من الفيروس بعد تعافي 65 شخصا وتسجيل 3 وفيات. الساكنه تستفيد ابتداء من اليوم من تخفيف مهم في قيود التنقل والتجوال بالمدينه باستثناء القيود التي تم اقرارها في حاله الطوارئ الصحيه. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من العرائش دكتور طيب حمضي رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب. مساء الخير سيد الكريم. مساء النور. يعني بداية يعني التصنيف المعتمد في المغرب تم بناء على يعني معايير السلطات الصحية، فما الفروق الحاصلة بين منطقتي تخفيف 1 و2؟ من المؤكد على انه الخروج من الحجر الصحي يعني عنده شروط، الشروط المتعلقه اولا مدى التحكم بالوباء في واحد المنطقه، والشرط الثاني هي القدره ديالنا على مراقبه الوباء من بعد رفع الحجر الصحي. فاذا كانت الشرط الثاني هو نفسه في المغرب كله متوفره يعني الامكانيات من اجل التتبع ديال الوباء من بعد رفع الحجر الصحي في كل مناطق المغرب من خلال التكثيف ديال الكشوفات، من خلال القدره على تتبع المخالطين، الشروط الاولى الشرط يعني ما قبل رفع الحجر الصحي مختلفه من منطقه لمنطقه. كاين مناطق اللي الار زيرو فيها يعني نسبه ديال انتشار الوباء ديال الار زيرو اللي انخفضت، كاين المناطق اللي ما فيهاش الحالات ديال كورونا
بالمطلق يعني منذ اسابيع او ما تصابت بصفه نهائيه بالفيروس. كاين مناطق اللي باقي فيها، كاين مناطق اللي مازال فيها بؤر اما عائليه او بؤر مهنيه. اذا كاين مناطق اللي تم التحكم فيها في الوباء، وكاين مناطق اللي بقى ما تمش التحكم مطلقا، يعني الوباء تحت السيطره ولكن باقي واحد المتابعه ديال الحالات ومتابعه ديال البؤر، وبالتالي كاين خلاف ما بين المدن والاقاليم. وبالتالي كان من الضروري واش يمكن لنا غادي نتسناو حتى المغرب كل جميع المناطق تولي تحت السيطره المطلقه، او المناطق اللي توفرت فيها هذه الشروط هذه يتم التخفيف من الحجر الصحي، والمناطق الثانيه يتم فيها تكثيف ديال الجهود باش يمكن لهم يخرجوا في القريب العاجل من الحجر الصحي. إذا نفهم من كلامك أن هذا التصنيف يعني الصحي كان حتميا لعدة ظروف، والخروج من تدابير الخروج من الحجر له شروط معينة. الآن يعني التمايز واضح بين المنطقة واحد والمنطقة اثنين، فهل من فروق يعني خصوصا في المناطق المصنفة داخل يعني الخانة واحد؟ رفع الحجر الصحي من البداية قلنا على أنه النهار اللي غادي يوصل من الاول قيل على انه الحجر الصحي هو واحد القرار سهل باش نقروه وباش نطبقوه يعني ننفذوه، لانه كنطلبوا من الناس يلتحقوا بالمنازل ديالهم. من الصعب جدا اننا نرفعوا الحجر الصحي، ومن الصعب جدا اننا نرفعوه بين عشيه وضحاها. علاش؟ لانه الحجر الصحي من البدايه ما عمر شي حد قال بانه الحجر الصحي الهدف ديالو هو القضاء نهائيا على الفيروس او على الوباء. الحجر الصحي الهدف ديالو هو التحكم في الفيروس، التحكم في الوباء. والحجر الصحي الهدف ديالو هو التمكين ديال المؤسسات الاستشفائيه والطواقم الطبيه باش يمكن لها على اهبه الاستعداد، وتكون القدره ديالنا المستشفيات وديال الاطباء وديال مهني الصحه تكون كتفوق الوباء. وهذا الشيء اللي تمكنت منه بلادنا يعني بنجاح. ولكن الخروج من الحجر الصحي فيه مراحل، ماشي فقط غير الزونين، ماشي فقط غير منطقه واحد ومنطقه اثنين. حتى داخل منطقه واحد اليوم إلا لاحظتوا ماشي جميع المهن ترفع غادي تلتحق بالعمل ديالها، المطاعم المقاهي بقى غادي تكون مغلقه. كذلك في المنطقه واحد ماشي التجمعات البشريه باقي ما مسموحش بها. فاذا الخروج من الحجر الصحي هو اولا كيخضع لواحد المعيار جغرافي، بمعنى المنطقه كاين المنطقه اللي يترفع فيها الحجر الصحي تدريجيا وبسرعه اكبر، كاين مناطق اللي لا. وكذلك على مراحل، وهذا الشيء اللي كاين المواطنين اللي كيتسالوا عليه، كاين المناطق وكاين المراحل. دابا في منطقه واحد مثلا، في منطقه واحد اللي بدا فيها التخفيف ديال الاجراءات الصحيه بشكل اسرع، كاين مهن اللي ما يمكنش يلتحقوا بالعمل ديالو، كاين الانشطه اللي ما يمكنش القيام بها اليوم. كيمكننا نقوموا برياضه فرديه ولكن ما يمكنش نقوموا مقابلات جماعيه وجمهور وهذا، ولو اننا فحنا في منطقه واحد. علاش؟ لحقاش كاين مراحل، كاين المرحله الاولى الثانيه الثالثه اللي حتى هي بنفسها كتخضع لواحد التقييم علمي وتقييم اجتماعي ديال مدى التطور ديال الوباء. فكرة مهمة جدا كما تقولون دكتور الحمد، يعني الحجر الصحي كان اتخاذه كان قرارا سهلا، لكن الخروج منه يعني صعب، وتتشاطرون نفس قرار صاحب يعني القرار السياسي. أيضا دكتور العثماني كان يركز كثيرا على هذه النقطة. يبقى معنا دكتور الحمضي، ففي إطار رصد الأجواء داخل المنطقة واحد، نموذج آخر هذه المرة نسوقه من مدينة الخميسات التي صنفت بدورها ضمن 59 عمالة وإقليما التي تمكنت من يعني محاصرة هذا الوباء في انتظار القضاء عليه نهائيا. دعونا نتابع أجواء أول أيام تخفيف الحجر في هذا الروبورتاج لمفادتنا أمل هواري. بعد 3 أشهر من الحجر الصحي، ها هي مدينة الخميسات تصنف منطقة رقم واحد بعد تمكنها من محاصرة الوباء. كنقول ألف مبروك لمدينة الخميسات لأنها نجحت في امتحانها، تخرجت بميزة حسن جدا الدرجة الأولى، لأن السكان أولا حافظوا على التعليمات اللي تعطت لهم أولا في البداية، في نفس الوقت رجال الأمن والطاقم الصحي طبيعة الحال من أطباء من ممرضين من مساعدين أنهم قاموا بواحد الواجب، لأن واخا نشكرهم حتى نعياو زعما صراحة داك الشيء اللي داروا، ضحوا بوقتهم بوليداتهم بصحتهم، غامروا
تضافر جهود السلطات المحلية والأطر الطبية والتمريضية وانضباط الساكنة بالتدابير الوقائية ولزوم البيت مكن هذه المدينة الفلاحية الهادئة من وقف انتشار العدوى واسترجاع أنشطتها التجارية والاقتصادية والاجتماعية. اليوم مدينة الخميسات تعيش على وقع صورة مغايرة لما ألفناه من قبل، حيث نرى بأن الحياة بدأت تدب في جميع الشوارع، كذلك بأن المحلات استأنفت العمل ديالها، وهذا إن دل يدل على أن الساكنة كانت قد التزمت بقانون أو لا ما فرضته السلطات من حجر. كما كتشوفوا يعني الأمور هي رجعت للمجرى ديالها الطبيعي، الحمد لله، هذا فضل من عند الله وفضل هاد الإخوان اللي ساهموا بواحد الشكل كبير، اللي من هذا المنبر كنوجه لهم واحد الشكر كبير بزاف. وكما كتشوفوا دابا الحمد لله يا الانسان بدا كيستأنس كما كان شحال هادي، الانسان دابا الحمد لله يخصو يتصف بالمواصفات ديال الشروط ديال الامان. ها هي المدينه تسترجع اخيرا وثيرتها المعهوده بعد التخفيف من الحجر الصحي على الساكنه، وهو الامر الذي سيكون وفق تقدير السلطات الامنيه والصحيه حسب تطور الوضع الوبائي بكل ربوع المملكه. مدينة الخميسات تسترجع حيويتها الممزوجة بسلاسة بهدوئها المعهود، وتتمكن من محاصرة الوباء بعد 3 أشهر من الانضباط للتدابير الاحترازية، والنتيجة 0 حالة من وباء كورونا، في انتظار الرفع الكلي للحجر الصحي واستعادة الحياة والأنشطة المعتادة. أمل الهواري، وسيم حدان، ميدي أن تي في، الخميسات. جميل هذه الصور وهذه الارتسامات من منطقة الخميسات. من جديد معكم دكتور طيب حمدي، يعني رغم التصنيف المعتمد السلطات توصي ثم توصي بمواصلة احترام الاحتياطات الأساسية حتى نحافظ على كل ما تحقق بما في ذلك أهل المنطقة الأولى، فهل يعني هناك احتمال برأيك لا قدر الله لانتكاسة داخل المناطق رقم 1، وما هو حجم هذا الاحتمال؟ يعني هذا سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا ونقطة مهمة نتكلموا عليها مع المواطنين. قبل ما هذا الشيء خليني نوضح واحد النقطة على أنه الناس اللي في منطقة جوج ما خصناش نعتبروا بأنه الاستيغماتيزاسيون ديال منطقة جوج، نوسموا المنطقة جوج أنه ما كانش فيها احترام، بالعكس جميع المدن المغرب كان فيها واحد الاحترام، الناس التزموا بالبيوت ديالهم في جميع المناطق المغرب، كانت بعض يعني عدم احترام في كل مناطق المغرب، ولكن كاين مناطق المغرب اللي فيها انشطه اقتصاديه كبيره، فيها ساكنه كبيره، دخلتها واحد الحالات ماشي من الخطا ديال الناس ديالها، بالتالي خص ما نعتبروش على انه الناس اللي في منطقه جوج بقاو في منطقه جوج راه بحال لا عقوبه عندهم ابدا، الناس اللي في منطقه جوج هما السكان ديال المدن، احترموا الاجراءات ديالهم، ولكن اليوم المسؤولين السلطات في الاقليم ديالهم والمسؤولين الصحيين كيشوفوا واحد العدد الحالات واحد البؤر باقي ما تحكمناش فيها مزيان، وبالتالي هذا الاجراء هذا الاستمرار ديالو هو حمايه لهم ماشي عقوبه لهم، العكس تماما، خص نعرفوا بانه جميع المواطنين التزموا بمسائل ديالهم، وباللي الاستمرار ديال الحجر الصحي اللي غادي ترفع يعني في القريب العاجل، باللي هذه راه ماشي عقوبه بل هو زياده في الحمايه ديال هذا المواطن. وهذه الملاحظه يعني اشاطرك كثيرا، يعني هذه الملاحظه في محلها جدا، لانه حتى الكلمه يعني التقسيم كثير من الناس تحفظوا عليها ويعني تحدثوا عن تصنيف لاعتبارات يعني انتم تعرفونها جيدا. تفضل استاذي. كان من ضروري غادي يكون واحد التصنيف، اما نقولوا له رقم 1 2 او مثلا بحال فرنسا دارت اللون البرتقالي واحمر واخضر، هذه فقط طرق باش كيمكن الانسان باش يعرف نفسه من الناحيه القانونيه واش هو في المنطقه اللي كيتسمح بها بالتخفيف، واش يمكن له يمارس العمل ديالو او لا، ولكن خص يعرفوا جميع المواطنين بانه الناس اللي في المنطقه جوج قاموا بمجهودات جباره ومشكورين عليها، وبالاستمرار ديال الحجر الصحي هو زياده في الحمايه لهم، لان السلطات الصحيه كتشوف واحد الخطر باقي كيدور بهم بغات تحميهم اكثر، والحجر الصحي راه غادي ترفع للجميع، هذا مؤكد، لان الحجر الصحي ما عمره كيدار باش يبقى. المهم اليوم من بعد الحجر الصحي واحد القرار غادي يترفع مهما كان غادي يتم الرفع ديالو، واللي مهم اليوم اللي غادي يبقى مستمر هي الاجراءات الحاجزيه، هي الماء والصابون، المطهرات الكحوليه، هي الكمامه، التباعد الاجتماعي،
ما قصوش وجهنا باليدينا، التهويه ديال المنازل ديالنا والمكاتب ديالنا اللي كنشتغلوا فيها. هذه الاجراءات هذه هي المهمه جدا، سواء في منطقه واحد او في المنطقه جوج ولا في اي منطقه من المناطق، وغادي تستمر معنا. الا كان الحجر الصحي عنده مده محدوده في الزمن، شهرين او ثلاث شهور كيترفع الحجر الصحي، هذه الاجراءات الحاجزيه غادي تستمر معنا لعده اشهر وربما لسنه او سنوات او سنتين يمكن تستمر هذه الاجراءات هذه. علاش؟ لان عندنا جوج اشياء اللي كان اخاف عليهم. اولا هي الحاله ديال الانتكاس، يعني واحد توقع شنو انتكاسه؟ هو انه الناس كيخرجوا مثلا في واحد المنطقه، المغرب كله غادي يولي منطقه واحد، يخرجوا الناس يعيشوا واحد الحياه طبيعيه والرغب التباعد الاجتماعي والكمامات واشياء اخرى، ولكن الا ما احترمناش هذه الاجراءات العدد ديال الحالات ديال المرض غادي تزاد، واذا بقات كتزاد كترتفع راه من الضروره غادي كتسمى هذيك الانتكاسه، غادي نضطروا الدوله تاخذ اجراءات ديال الحجر الصحي من جديد لا قدر الله، وما نتمناوهاش. بلدان اخرى راه جربتها، راه خرجت من الحجر الصحي ولم تحترم ورجعت ليها. خص المواطنين يعرفوا على انه ملي كنخرجوا من الحجر الصحي ما كيعنيش بانه المعركه ضد كورونا انتهت. المعركه ضد كورونا لن تنتهي الا باختفاء المرض والتحكم فيه بشكل مطلق، وهذا ما غادي يمكن يكون الا حتى النهار اللي غادي يكون اللقاح. ما نعتبرش انه فصل الصيف راه جا والحالات راه نقصات، اذا راه فصل الصيف نقص من الحالات ابدا. الولايات المتحده الامريكيه كانت عندها اجراءات وقع واحد التراخي فيها لاسباب اقتصاديه، اليوم في الولايات المتحده الامريكيه لعده اسابيع وهما 1000 وفاه يوميا، الى اليوم هما عندهم 1000 وفاه يوميا اللي كتسجل بسبب كورونا، وهذا البلاطو هذا لاكورب هذه ما هبطاتش. علاش؟ رغم الصيف رغم الحراره رغم اي شيء، علاش؟ لانه وقع التراخي. بل اكثر من هذا، الدراسه اللي طلعت عليها البارح انه كتبين باللي المستشفيات وقت كتسجل حالات جديده وارتفعت في الايام الاخيره، يمكن بسبب ما نقدرش ناكدوها المظاهرات اللي تمات وما كانش فيها الاحترام ديال الاحتياطات الحاجزيه. بالتالي هذه نبهنا لها من قبل، الحجر الصحي مهم جدا طبقناه غادي نخرجوا منه، ولكن اللي غادي يبقى معنا اللي غيحمينا من انتكاسه واللي غادي يحمينا حتى لا قدر الله وكانت شي موجه ثانيه ديال الوباء، اللي غادي يحميونا هما الاجراءات الحاجزيه، هي الماء والصابون، الكمامه، التباعد الاجتماعي. نعم. والتهويه ديال الغرف البويت ديالنا. فكره مهمه جدا، يعني الحجر الصحي سيرفع لا محاله، والمهم الان هو هذه الاجراءات الاحترازيه التي ستستمر. كما يقال دكتور، يعني الانسان خلق عجولا والكل يريد الخلاص والانتهاء من كل هذا، برايك الى متى سيستمر يعني هذا الوضع؟ هذا الحجر، لا يمكن اذا تحدثنا عن الحجر يمكن لي الحجر الصحي يمكن لي نقول لك على انه عاجلا او اجلا سيرفع وسيرفع عما قريب، لانه لا الاقتصاد ولا الاجتماع ولا النفس، نفس الانسان لا يمكن ان تستحمل الحجر الصحي لمدد يعني اطول. الاجراءات الاخرى فعلا الانسان كيستعجل، ولكن احنا ما عندناش خيارات بزاف، ما عندناش حلول اخرى. اليوم امام هذا الفيروس هذا عندنا بعد هاد الاجراءات البسيطه ديال التباعد الاجتماعي، بسيطه يمكن ماشي بسيطه بهذه الدرجه الكبيره، ولكن تصوروا مثلا كون كانت راه الكورونا فيروس الاولى ديال 2003 اللي كان فيه يعني الوفيات بكثره، الايبولا ديال الشرق الاوسط، الكورونا نيس ديال الشرق الاوسط اللي كانت الانسان اللي كيتصاب به يعني واحد الاحتمال كبير انه يتوفى. الحمد لله اليوم بفضل اجراءات بسيطه اللي هي التباعد الاجتماعي والنظافه والكمامات كيمكن لنا نجنبوا المرض، ما عندناش حل اخر. الان كاين اشتغال ديال العلماء وديال المختبرات وديال الدول على قدم وساق باش يكون علاج فعال، مازال ما كاينش، باش يكون لقاح، الامل كبير باش يكون. في انتظار اننا نلقاو هذه الحلول عندنا اختيارات، اما نعرضوا الشعوب ديالنا للخطر اما نحميوها. نعم. باش نحميوها كاين هذه الاجراءات هذه وخصنا نحترموها كلنا، لان الاوبئه إذا كانوا 50% ناس كيحترموا 50% ما كيحترموش ما كنحصلوا حتى على شي نتيجة. خصنا نحترموها، هذا سلاح في يدينا على ما نلقاو سلاح آخر اللي هو اللقاح بإذن الله. نعم، واضحة الفكرة. وأبقى معي دكتور حمدي، أريد أن أستثمر وجودك أكثر معي في هذه الحصة للحديث عن الحالة الوبائية بالمغرب. معاد مرابط منسق المركز الوطني لعملية طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة،
أعلن عن تسجيل 29 إصابة جديدة ومؤكدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية لغاية 6 مساء طبعا مساء الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8537 حالة. وأضاف المسؤول نفسه في التصريح الصحفي اليومي لوزارة الصحة أن كل الحالات يعني سجلت بخمس جهات من المملكة. لنتابع. سجلت 29 حالة جديدة لمرض كوفيد 19 ليرتفع عدد الحالات المسجلة منذ 2 مارس من هذا العام إلى 8537، أي بنسبة إصابة تراكمي يساوي 23.5 لكل 100,000 نسمة. سجلت الحالات 29 الجديدة بخمس جهات من جهات المملكة، ويتعلق الأمر بجهة مراكش أسفي مدينة مراكش 10 حالات لمخالطين في بؤرتين عائليتين، جهة الدار البيضاء سطات 10 حالات بمدينة الدار البيضاء الكبرى لمخالطين لحالات مختلفة، 6 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بكل من طنجة والعرائش كذلك لمخالطين لحالات مختلفة، حالتان بمدينة فاس بجهة فاس مكناس لمخالطين، وكذلك حالة واحدة بمدينة القنيطرة لمخالط في إطار بؤرة بجهة بؤرة مهنية بجهة الرباط سلا القنيطرة. حيث لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية لغاية 6 دائما مساء الخميس، لتظل نسبة الإماتة مستقرة في 2.5%، بينما شفي 18 شخصا جديدا من كوفيد 19 لتصل نسبة التعافي إلى 88.8%. لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليبقى عدد الوفيات مستقرا في 211، ويستقر بالتالي معدل الفتك أو نسبة الإماتة في 2.5، أقل من المعدل 5%، أقل من المعدل العالمي الذي يساوي حاليا 5.6%، وكذلك أقل بقليل من المعدل الأفريقي الذي يساوي حاليا 2.7%. سجلت ولله الحمد والشكر 18 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى حدود هذا الوقت إلى 7583 حالة تعافٍ تام، ويصبح بالتالي معدل التعافي يساوي 88.8%، وهو أكبر من المعدل العالمي الذي يساوي حالياً 50.7%، وكذلك أكبر من المعدل الأفريقي الذي يساوي حالياً في هذا الوقت 46.1%. مجددا مع الدكتور حمدي، يعني اليوم تم تسجيل 29 حاله فقط، امس يعني العدد كان مختلفا عما سبقه وعن يعني اليوم، لماذا برايك هذا التذبذب وما الذي يتحكم في منح الارقام؟ عموما في البدايه كان يعني في البدايه كنا كل نهار كيتم اكتشاف الحالات، وعندنا المجهول على غدا شحال غادي يكونوا ديال الناس وشحال غادي يكونوا ديال الحالات الجديده، لانه ما عارفينش المدى ديال تفشي المرض. اليوم كاينه صوره حقيقيه وتقريبيه، تقريبيه وحقيقيه على المرض، لانه اولا مده وحنا كنتواجهوا معاه، والحاجه الثانيه هو انه العدد ديال الفحوصات ما نساوش اليوم رحنا كنقربوا ل 20,000 فحص، يعني اعلن وزير الصحه نهار الاحد بانه اكثر من 17,000 كشف يومي. ملي كيكون عندنا العدد الكشوفات اليوميه كبيره كتكون عندنا الصوره قريبه للواقع. هاد الحالات اللي اليوم كاين فيها كتطلع وكتنزل لانه كتعلق بعض البؤر،
اللي وحتى بالنسبه للناس اللي كيتم اكتشفوا، راه سمعنا في التقرير ديال وزاره الصحه اللي كتهم بالدرجه الكبيره الناس المخالطين. وملي كنكونوا كنحصيو الناس المخالطين هما اللي كنلقاو عندهم الحالات الايجابيه، هذا كيطمئننا، بمعنى حنا كنخدموا في واحد الدائره اللي هي تحت الاضواء ديال وزاره الصحه وديال السلطات الصحيه. وبالتالي وهذا الشيء علاش كنفسروا علاش كاين منطقه واحد وجوج، لانه كاين مناطق اللي فيها بعض البؤر المخالطين اللي باقي ما تمش الضبط ديالهم كاملين، وبالتالي كيتم التاخير ديالهم حتى النهايه مثلا بعد اسبوع كيتم تقييم ديال الحاله ويمكن يتغير الحاله الوبائيه فيها. ولكن عموما هذه الحاله يعني عموما الحاله الوبائيه متحكم فيها. المتحكم فيها ما كيعنيش بانه تم القضاء على الفيروس، ولكن كاين بعض البؤر اللي خص ما نقولوا متحكمين في البؤره حتى كتكون سيرني من جميع النواحي ديالها. وريها الان يعني هو على عدد رفع عدد التحليلات الطبيه يعني حتى تكون الصوره واضحه كما تقول، وايضا حتى نتخلص نهائيا من الفيروس وتعود الحياه الى طبيعتها. الان يعني اين وصلت جهود البحث عن اللقاح؟ اللقاح بالفعل هو حيت اللقاح هو الحل النهائي للقضاء على الوباء. معروفه هذه تكلمنا عليها على انه من السيناريوهات ديال اختفاء الوباء كيمكن يختفي بطريقه طبيعيه. هذا حدث مع 2003 في كورونا واحد. كيمكن في 2012 اختفى الوباء وبقى مخبع غير في الحيوان. اليوم الاحتمالات الكبيره اللي كيقولوا العلماء هو انه نقدروا نتعايشوا معه وليكون موسمي، وبالتالي الحل البحث على 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 اللقاح هو الحل. حنا كنقولوا للمواطنين بالدرجه الاول نصبروا، بحال اللي قلت انسان عجول خصنا نصبروا، يمكن لينا نصبر واحد شويه ما نشوفوش الناس اللي عزاز علينا احسن ما نشوفهمش بصفه نهائيه. هذه خصنا نديروها في البال ديالنا، واخا نتاخروا واحد شويه المهم نحافظوا على الحياه ديالنا وديال بلادنا. وطبعا جميع الجهود راه كدار، راه الحجر يعني كيضر الجامع. اول حاجه هو الاقتصاد. اللقاح خصنا نعرفوا بانه من نهار اللي كيظهر شي ميكروب جديد اللي كنلقاو له اللقاح، المعدل العام في التاريخ ديال الطب البشري هو 10 سنين. اللقاح اليوم الحمد لله بفضل التطور العلمي من نهار اللي بدا الفيروس في الاخر ديال 2019 لدابا يعني 6 شهور، يمكن يعني اخر دراسه اللي طلعت عليها البارح هو انه اللقاح غادي يكون ما يمكنليناش ناكدوا 100%، لانه مادام ما دازت شيء جميع التجارب السريريه الكامله ما يمكنليناش ناكدوا، ولكن يعني الاحتمال جد كبير جدا بانه في نهايه السنه، لانه ثلاثه لقاحات الاربعه لقاحات دخلوا في الفتره الثالثه من الاختبارات السريريه، في نهايه السنه ان شاء الله 2020 غادي يكون لقاح واجد، وما يمكنش يكون واجد 700 مليار، ولكن ابتداء من نصف ديال 2021 يمكن اللقاح يكون واجد بشكل كبير. نقول حاجه اخرى باش يعني نعطيو امل للناس على انه باش ما نضيعوش الوقت، كيف ما ضيعناش الوقت في ايجاد اللقاح باش البشريه ما تضيعش الوقت في توفير اللقاح. كاين دول ومختبرات اللي كيصنعوا الان التلقيحات كيصنعوهم واخا باقي ما تاكدينش من انهم غادي يبيعوهم. علاش؟ لانه كيقول واخا نصنعوهم الى ثبتت الفعاليه ديالهم نسبقوا هذوك الناس اللي عندهم الامراض المزمنه وكبار السن، الى ما ثبتتش الفعاليه ديالهم غادي نضيعوا في الفلوس ونلوحوهم. فاذا جميع الجهود كدار باش يكون لقاح متوفر باذن الله في نهايه السنه. شكرا. ومتاح في منتصف السنه ديال 2021 بجاه الله. اشكرك جزيل الشكر دكتور الطيب حمدي رئيس النقابه الوطنيه للتعليم العام على هذه المشاركه. مما لا شك فيه مشاهدينا ان الحجر الصحي وما فرضه من مكوث في البيت يعني تاثير نفسي بالغ على الكبار والراشدين، لكنه اثر كذلك بشكل كبير على الاطفال الذين لم يعني يستوعب جزء كبير منهم ما يحدث بالضبط، ولماذا عليهم التزام البيوت وعدم الخروج لممارسه يعني العابهم المفضله. لمناقشه التاثيرات المحتمله النفسيه والاجتماعيه للحجر الصحي على فئه الاطفال، يسعدنا ان نستضيف الدكتور احمد الحلو الاختصاصي في امراض الاطفال والرضع وكذلك نائب رئيس الجمعيه المغربيه لانعاش الاطفال. مساء الخير استاذ كريم. مرحبا، مساء النور. دكتور الحلو، يعني المغرب يعيش تحت يعني وطأة الحجر الصحي منذ 3 أشهر وسيتواصل مبدئيا الى غايه 10 يوليو المقبل، ورغم تخفيف يعني السلطات من حده في العديد من مناطق البلاد، برايك اي تاثير لهذا الحجر الطويل على فئه الاطفال؟ وهل تاثيره نفسي فقط ام يعني ذهني كذلك؟ جسدي، نفسي، ذهني، في جميع المراحل الاطفال يحسوا بهذا الحجر الصحي اكثر من الكبار اللي تيصبروا شويه. بصراحه
العالم كله اكتشف لو كوفيد بيسكو المرضي لا مرضي لو كوفيد وتبعيات هذا الكورونا فيروس و ركزنا كل شيء العالم كله ركز في الاول على كيفاش الناس ما يموتوش كيفاش نداو الناس نلقاو لهم واحد العلاج ولنسينا انه مع الزمن ديال هذا المده ديال هذا الحجر الصحي اللي طول شويه بداو تيبانوا شي مشاكل اللي ما كناش نتوقعوهم لاقاش ما كناش عارفين راه غادي يطول هذا الوغ الناس الكبار قال الامراض المزمنه ما بقاوش تيوصلوا دغيا عند الطبيب ولاحظتوا بان راه جميع الاختصاصات تيتشكاو انه خايفين من بعد هذا الحجر الصحي المرضى ديال القلب المرضى ديال السكري جميع الامراض هادو خايفين من يجيو معطلين يوصلوا معطلين عند الاطباء عند المصالح الصحيه ويكون واحد التفاقم ديال هاد الامراض وكيفاش غادي نعالجوهم كيفاش غادي نقدروا نستوعبوا كلهم هاد الحالات. الاطفال عندهم واحد الخصائص، اولا خصنا نعرفوا بين راه خايفين ماعقاش حتى الاباء ما عارفينش كيفاش يفسروا لهم اشنو هو هاد المرض. بزاف ديال الاباء عطاونا لي تيمونياج تيقول لنا في الاول باش يخلعوا وليداتهم ما يخرجوش تيقول لهم واحد مرض خطير تيموتوا به الناس غادي نصبروا واحد شويه. الاطفال ما عندهمش ذاك الصبر ما تيطولش واحد المده طويله، اذا من بعد شهر شهرين بداو تيعياو اما الوالدين ديالهم بالدارجه راه غادي شادينهم وراه جالسين في الدار في الامان ولكن راه بالاسف بزاف بداو تيخرجوا دونك هنا فين ما كاينش التوازن هنا فين تلقاو هذه البئر عائليه ولكن ما نلصقوهاش في الاطفال. دابا كاينين حقائق ودراسات عارفينهم اللي ما فيهم حتى شي شك، الاطفال ما تيمرضوش بزاف، الاطفال ما تيمرضوا كاع قلال وما تتكونش حالات صعيبه، والاطفال ما تيوصلوش المرض للعائله ديالهم، دونك اللي تيوصل واللي تيعادي بزاف هما الناس الكبار اكثر من الاطفال، هذا هو الخصائص المهمه عند الطفل، اذا هذا الطفل اللي نفسيا غادي يتاثر كيفاش؟ ما بقاش يخرج ما بقاش عنده واحد النظام في الايام الاولى كان مازال دراسه كان مازال الاطفال تيتبعوا بعد الدروس ديالهم دونك تيفيقوا في الوقت ديالهم يمكن عندهم واحد الوقت اللي خاص بالدراسه وغادي ينعسوا حتى هو في الوقت ديالهم مي دابا ما بقاش. اذا الاغلبيه ديال الاباء الامهات تيشيروا لنا تيقول لنا اولادهم عندهم اضطرابات في النوم واش نقدروا دكتور نعطيو شي سيروت نعاس؟ لا ما كاينش للاسف. وليداتنا تينعس معطل بزاف وتيفيق معطل وما تيفيق تيكون معصب وباغي يخرج وما ما فاهمش اشنو المشكل ديالو. راه حنايا التخوف ديالنا ماشي دابا لقاش كيف قال الطبيب من قبل مني وقال بزاف الحوايج مزيانين غادي نخرجوا من هذا الحجر الصحي زعما واخا يطول ولا غادي نخرجوا منه ولكن الا تعطلنا اكثر من هذا الشيء ما تنساوش بان راه كاين واحد التاريخ واحد الاجل اللي قريب هو سبتمبر عاوتاني الدخول المدرسي دونك خصنا نوجدوا لهاد الاطفال يعرفوا بان راه كاين واحد لا روبتور ما بين المرض وما بين الدخول المدرسي دونك الى من نهار اللي مثلا تحلوا المدارس عاوتاني وقلنا لهم كنتي تتنعس مع 4 الصباح وما تتفيقش بكري وغادي تمشي للمال فقدوا هذيك لو ريتم ديال لو في سومي ستادير امتى ينعس امتى يفيق فقدوا القابليه ديال حتى الحركات ديالهم على طول السنين تنقولوا الاطفال خرج تهوى خرج تحرك شويه ما تبقاش غير جالس قدام التلفزيون غير جالس بيتك الوغ دابا تنقولوا لهم العكس الاغلبيه ديال الاطفال تلقاوهم زاد فيهم الوزن بزاف بعض الاطفال عندهم بحال واحد العقده نفسيه بحال ارهاق بحال ديبرسيون اللي ولاو بالعكس ما تياكلوا شيء كل شيء هادشي غادي ياثر عليهم. عرفتوا الاكل الاهميه ديالو عند الطفل والعلاقه ما بين الاكل الجيد والمناعه اشنا هو اللي تيدافع علينا على هذا المرض حاليا مازال ما كاينش الفاكسا هي المناعه ديالنا. الحمد لله الاطفال عندهم واحد المناعه قويه ضد هذا الفيروس مي خصنا نخليو لهم فرصه باش يقاوموا هذا الفيروس وقلنا نوصلهم لسبتم والوقيتة ديال الوباء اللي تيكون ديال لاغريب الزكام الموسمي ما يتفاقموش علينا الامراض. استاذ حلو يعني انا فعلا استفدت منك واعطيتك وقت اضافي في هذا السؤال علاش؟ لانه نحن يعني خدينا وقتنا نسبيا لفهم هذا الفيروس وشرحناه للاطفال
وعشنا معهم أشياء كثيرة، وكل هذا يعني الأعراض اللي ذكرتها هي مهمة جدا. ومن الوسائل التي يعني لجأ إليها بعض الآباء والأمهات لتهدئة يعني أطفالهم وحتى إلهائهم، يعني نجد الشاشات بمختلف أنواعها، يعني التلفزة، الهواتف الذكية إلى آخره. هل يعني تهدئ هذه الوسائل برأيك من مخاوف الأطفال أم أنها تزيد من يعني تردي أوضاعهم النفسية وحتى الذهنية وغير ذلك؟ الشاشات، لي تابلات، الحواسيب، لي زورديناتور ما خايبينش. حواسيب الحمد لله الناس اللي قدروا يستعملوهم قدروا الاطفال يتبعوا الدراسه ديالهم تقريبا مزيان، وتقريبا ما كاينش شي نقص في الدروس ديالهم. ولكن دابا اللي سالوا هاد الدراسات اشنو كاين في ديك الشاشه، اشنو كاين في هذيك الحاسوب، اشنو كاين في هذيك لاطابليت، اشنو تيدوز الوقت هذاك الطفل قدام ديك الشاشه، اشنو تيشوف، اشنو تيستافد. اذا الى خدا واحد الوقت، إلا كان ممكن، إلا خدا واحد الوقت باش يلعب أو لا يفرج على راسه، يتفرج في أفلام، يلعب شي حاجة أخرى، ولكن يأخذ واحد الوقت آخر باش يكون عنده النظام ديالو العائلي يكون مزيان، يأخذ وقت باش يهضر مع خوته، مع الأب الأم، إلا كان ممكن وسمحات ليه الظروف أنه ينزل الجردة أو ينزل شي بلاصة شي متنزه اللي يأخذ الاحتياط ديالو. كاين واحد التوازن، دونك داك الحاسوب، داك لاطابليت، داك اللايفون، داك التليفون ما عندوش مشكل. ولكن ملي تنخليو الطفل، واكثريه دوك المراهقين لي زادوليسون اللي شات التليفون ديالو واللي الكامل هو في التليفون، ما عرفناش اشنو دار به، وتيصبح لغد ليه في النعاس، وهنا فين تنقولوا خايب هاد الشاشه وخايب هاد الوسائل. واحد ملاحظة أيضا مهمة جدا، يعني الأطفال يعني طيلة هذه المدة عاشوا تحت ضغط كبير من أخبار التي تهم الجائحة وآثارها السلبية على الأجسام والنفوس على حد سواء. يعني ما مدى تأثير مثل هذه الأخبار على الأطفال بمختلف فئاتهم الصغار واليافعين أيضا؟ اللي بغينا هاد لاليرت ولا هاد لو ميساج اللي داروا الأطباء، غنجاوب بصفة جانبية إلا سمحتي. نعم. احنا ماشي تنقولوا ما خصوش يبقى هذا الحجر الصحي أو لا يخصو يتحبس أو لا ما مزيانش. تنشيروا غير بحال سينيال دالارم، تنقولوا أتونسيون أون أليرت، راه شحال ما دام هذا الحجر الصحي الأخطار ديالو عند الأطفال أخص بالأخص أكثر من المنافع ديالو. قلنا من الحقائق اللي كاينين وعارفينهم هو مثلا 80% ديال الناس كبار وصغار تيمرضوا، سي دي غيريزون سبونتاني. الاطفال بالاخص تيبراو اكثر وما تيعادوش اكثر. اذا لاش ناخذوا واحد بحال قلتي الخطر، لاش نحرموهم؟ سي اون بينيسيون كوليكتيف، واخا قالها الطبيب من قبل مني ما خصهمش الناس يعتقدوها، ولكن الاطفال تيعتقدوها تيفهموها هكا انها سي بينيسيون كوليكتيف. تنظن انا غير نصيحه، الا كان ممكن هو كيف كاين دي زون 1 زون 2 ولا فيغ جون اورانج، هو نخصو واحد لو ديكونفينمون رافع هذا الحجر الصحي خاصة بالأطفال بالشروط ديالو، بالوقاية، بالماسك، بالغسل اليدين، باش يولفوا غير لو فات باش انهم ما بقاوش يتواصلوا مع العائلة ديالهم، مع جدودهم، مع عمومهم. راه نفسيا تيتأثروا. الأمهات يقول لك ما بقيناش نعرفوا كيفاش نفسروا لوليداتنا اشنو هو الخطر ديال المرض، تنقول لهم ما تخرجوش واحد النهار، نقول لهم خرجوا تمشوا المدرسة، كيفاش تنفكروا فيها؟ ما يمكنش، صعيبة. يعني لم تجبني على مسألة يعني تأثير الأخبار على يعني الفئات العمرية الأطفال واليافعين بشكل سريع. لا بشكل سريع، كيفاش شنو ما فين تيمشيو يختاروا هذوك الأخبار؟ هذا تيليق ماشي غير ماشي خاص غير الأطفال، حتى الكبار. كون نهار تنشوفوا الناس تيجيو دي بارون تيقول لك قريت على واحد المرض بوحمرون هو الاخر، قريت عليها دكتور واش داكشي صحيح ولا لا. بعض المرات الناس تيمشيو مواقع مزيانه ولا هذا. تنظن من العمل ومن المهمه ديال الاعلام وديال الطبيب باش يعطي للاباء فين يمشيو يقلبوا على المعلومه باش وليداتهم تما يقلبوا عليها وما يكونش اخطاء. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد الحلول الاختصاصي في أمراض الأطفال والرضع، وأنتم كذلك نائب رئيس الجمعية المغربية لإنعاش الأطفال، شكرا جزيلا لكم على يعني هذه المشاركة.
تستعد مراكز الفحص التقني ومراكز تسجيل السيارات وغيرها من المرافق المتعلقة بقطاع النقل تستعد لاستئناف نشاطها بعد يعني حوالي 3 أشهر من التوقف بسبب الجائحة، لكن وفقا للتدابير والاحترازات الوقائية اللازمة. نتعرف على التفاصيل في هذا الروبورتاج لأمل هواري وزهير خنجر. بعد توقف العديد من الأنشطة المتعلقة بقطاع النقل لقرابة 3 أشهر، ها هي اليوم تستعد لاستئناف عملها، والذي حدد يوم 12 من الشهر الحالي على مستوى مراكز الفحص التقني، و15 من نفس الشهر على مستوى مراكز تسجيل السيارات، شريطة الالتزام التام بالتدابير الوقائية لمحاصرة الوباء وتفادي انتقال عدوى كوفيد-19. بالنسبة للسير على الطرقات، بالنسبة للعربات، بالنسبة لمراكز الفحص التقني كاين 850 ألف عربة اللي تتنتظر الفحص التقني ديالها هذه الفترة كلها ديال التجميد وديال الحجر الصحي. إذا خصها تنطلق، خصها تستجب للطلبات الجديدة ديال المواطنين. وبالنسبة لمراكز تسجيل السيارات كاين أكثر من 250 ألف مواطن اللي تينتظروا ياخذوا البطاقة رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية، ناهيك على أن كاين الناس اللي تينتظروا بطبيعة الحال باش يدوزوا الامتحانات ديال تعليم السياقة. فهذا الشيء كله غادي يدار في احترام تام المقتضيات الصحية اللي حرصنا أننا نشتغل عليها هذه المدة ونستشروا بطبيعة الحال فيها مع المهنيين، وكاين تعليمات باش هذه الإجراءات يتم تطبيقها تطبيقا صارما. في إطار مقاربة تشاركية مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية طبعا وبتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل، قمنا بواحد المجموعة ديال الاجتماعات، مجموعة ديال الترتيبات والإجراءات اللي يتم إعادة انطلاق الاشتغال بمراكز الفحص التقني. طبعا هذه المسائل هذه خدات منا واحد المقاربة مهمة فيما يخص كل ما هو عامل الإجراءات الوقائية، التباعد، الكمامة، الإجراءات اللي نحافظوا بها على الموظفين ونحافظوا بها على المواطنين ونعطيو خدمة لائقة في المستوى. عملنا كذلك فيما يخص هذيك البلاتفورم يعني البوابة الإلكترونية لانطلاق الأشغال إن شاء الله أو إعادة استئناف العمل داخل المراكز هذه يكون يوم الجمعة. تنسيق بين جميع المرافق العمومية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل الالتزام بالإجراءات المعتمدة من طرف جميع العاملين في القطاع، تدابير فرضتها الجائحة على قطاع النقل بأكمله، مراكز الفحص التقني، مدارس تعليم السيارات ومراكز تسجيل السيارات، إجراءات مفروضة على العاملين والمستخدمين في القطاع وأصحاب السيارات على حد سواء. فاليوم عملية مهمة بزاف، فلنطمئنوا المواطنين باش نقولوا لهم الاخوان راه مدة الصلاحية ديال 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 الوثيقة ديالكم راه مازال سارية المفعول الى 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 واحد التاريخ اللي عاد الإدارة غادي تحددوا. فاليوم ما تكونوش تحت الضغط الكبير، خصكم تصلحوا السيارة تجيو ديروا الفحص ديال السيارة ديالكم، ولكن عملوهم يعني راه حسب واحد البروتوكول اللي هو لا بريس دو رونديفو، خصكم تاخذوا المواعيد المسبقه واجيو بكل اطمئنان، اجي دوزوا الفحص التقني ديالكم بواحد السلاسه، ولكن تنشدكم خذوا موعد مع المركز ديال الفحص التقني عن بعد. قرابة 600 ألف سيارة تنتظر موعد الفحص التقني بالمراكز المخصصة لذلك، والتي ستخضع لبروتوكول صارم تم الاتفاق عليه مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا، مع الحرص على أخذ المواعيد مسبقا لتمر العملية بسلاسة وأمان للجميع. للوقوف على التدابير المتخذة من قبل وزارة النقل استعدادا لاستئناف نشاط النقل الطرقي، ينضم إلينا سيد نور الدين ديب مدير النقل البري واللوجستيك بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. مساء الخير سيدي الكريم وشكرا على قبول هذه الدعوة. أستاذ ديب هل تسمعني؟ إذا ننتظر أن يجز الاتصال بالسيد نور الدين ديب مدير النقل البري واللوجستيك بوزارة التجهيز والنقل والماء. إذا بانتظار أن يجهز ضيفنا الكريم ننتقل إلى هذا الموضوع، حيث مكن الانتقال الرقمي للإدارات العمومية بالمغرب من استمرار المرافق العمومية في تقديم خدمات عن بعد للمرتفقين، وخاضت مدينة وجدة تجربة التدبير اللامادي لإيداع ومعالجة واستصدار التراخيص والوثائق القانونية من طرف الجماعات الترابية التابعة لها، ما مكن من توحيد الإجراءات والمساطر وعدم توقف عاجلة الاستثمار بالمنطقة. المزيد في هذا الروبورتاج لعبد المولى بخريص وفيصل أبروش.
بعدما كان يتطلب الحصول على رخص التعمير عددا كبيرا من الوثائق الورقية بالإضافة إلى التنقل إلى الإدارات المعنية، تحول إيداع الطلبات إلى منصة رقمية في ظل حالة الطوارئ الصحية. مع بداية شهر مارس الماضي أعطيت انطلاقة العمل بالمنصة الرقمية رخص بويما التي مكنت من استمرار العمل عن بعد ودون توقف في دراسة ومعالجة ملفات ومشاريع التعمير والبناء في فترة الحجر الصحي. الملف كما كتعرفوا كيتحط مع توضع عند المرتفق في المنصة الرقمية او المهندس المعماري او المهندس الطبوغرافي، ويتم ارساله الى الجماعة او الولاية، ويتم دراسته من طرف الشباك الواحد او اللجنة العاملة للتعمير رقميا. ونظرا لكون جائحة كوفيد 19 والحجر الصحي اصبحت دراسة الملفات تتم عن بعد. إذن كما كتشوفوا هنا في هذه المنصة اليوم هذه اللجنة العاملة للتعمير كتخدم خاصة بموظفين الولاية، أما باقي أعضاء اللجان كل واحد كيشتغل عن بعد إما في المنزل ديالو أو في الإدارة ديالو المعنية. ويشكل التدبير اللامادي لإيداع ومعالجة طلبات استصدار التراخيص والوثائق القانونية من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية أحد أوجه الانتقال الرقمي للإدارة المغربية، حيث مكنت الخطوة مدينة وجدة من الرقمنة الكاملة لمصادر الرخص في مجال التعمير وتمكين المرتفقين من التتبع الإلكتروني للمشاريع بشكل فعال بعيدا عن التعقيدات الإدارية. من بين الإدارات التي لم تتوقف بها عجلة العمل المركز الجهوي للاستثمار بالجهة الشرقية. المركز استمر في استقبال حاملي المشاريع والمقاولين الشباب حفاظا على جاذبية المنطقة للاستثمارات. بالإضافة إلى المواكبة الفعلية في المركز لحاملي المشاريع، مكنت الهيكلة الجديدة للمركز من التتبع الرقمي للملفات المتعلقة بالاستثمار بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد فيما يخص الدراسات، كما تم إعطاء انطلاق العمل بالقافلات الرقمية التي تنجز ورشات موضوعاتية لمواكبة المقاولات الصغرى. الأنشطة ديال المركز الجهوي للاستثمار تبعت السيرورة ديالها بما في ذلك إيداع الملفات الاستثمارية بشكل إلكتروني، وهنا كنا اعتمدنا بالكثير بواحد البلاتفورم كتسمى سيري إنفست اللي كندرسها وزارة الداخلية من أجل وضع الملفات بشكل إلكتروني. بالنسبة للاجتماعات ديال اللجنة الجهوية للاستثمار ما كناش كنديرهم بشكل حضوري، ولكن كنا كنديرهم عبر تقنيات الزوم وعبر التواصل بالملفات عن طريق الانترنت عن طريق الايميل، وهذا اللي يمكننا باش الحمد لله باش الملفات الاستثمارية ندرسوها في الوقت ديالها مع احترام الاجل القانونية وكذلك مع احترام الضوابط المتعلقة بالحجر الصحي. وتوصل المركز الجهوي للاستثمار بالجهة الشرقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بخمسين ملفا استثماريا بقيمة حوالي 1.5 مليار درهم، تم التأشير على 60% منها بمبلغ 900 مليون درهم. نعود مشاهدينا مجددا للمحور المخصص للتدابير المتخذة من قبل وزارة النقل استعدادا لاستئناف نشاط النقل الطرقي. إذا الآن ينضم لنا سيد نور الدين ديب مدير النقل البري واللوجستيك بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. مساء الخير سيدي الكريم. مساء الخير سيدي. دعنا نتوقف ونستثمر هذه الدقائق الباقية للحديث بداية عن التدابير التي سيتم اتخاذها لاستئناف النقل الطرقي. شكرا، بارك الله فيك، شكرا على هذه الفرصه اللي عطيتيني باش نقدم كل ما قامت به الوزاره في هذه المرحله العصيبه وكل ما كتقوم به الان وستقوم به ان شاء الله مستقبلا لتجاوز هذه الازمه هذه ان شاء الله بخير وبسلام. اولا كنبغي نذكر بمجرد ظهور اول حاله ديال كورونا بالمغرب في اوائل شهر مارس اتخذت الوزاره عده تدابير وقرارات اللي الحمد لله كانت صائبه، والدليل على ذلك انه لم يتم تسجيل اي حاله تذكر في مجال يعني النقل الطرقي ولا المرافق اللي كتشرف عليها الوزاره. اولا قامت الوزارة اتخاذ واحد عدة تدابير اللي منها أولا سهلت بعدها قبل الإعلان على مرحلة الحجر الصحي،
وبمجرد يعني الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية قامت الوزارة بتوفير وسائل النقل حتى تمكن خاصة العمال الالتحاق بعائلاتهم وبمقرات سكنهم. وكانت هذه العملية قامت في واحد ظرف وجيز جدا، حيث تعطات لنا يومين أو ثلاث أيام على ما أتذكر لنقل حوالي 40,000 عامل للالتحاق بعائلتهم. هذا العمل قمنا به بفضل التضامن ديال المهنيين. يعني هو مجهود معتبر أستاذ ديب. يعني الآن نعم. كيف سيتم استئناف النقل الطرقي؟ هل داخل الجهات المصنفة نعم. في المنطقة الأولى نعم. وحتى بين لا غير بغيت قبل ما نقول لك التدابير اللي اتخذناها باش نستأنفوا لو بشكل سريع لأنه سيداهمنا الوقت. واخا بشكل سريع. اولا اتخذت الوزاره فيما يخص بعد المرافق اللي كتدبرها واللي كتشرف عليها سواء مصالح النقل الطرقي او مصالح او مراكز تسجيل السيارات او مراكز الفحص التقني او مدارس ديال تعليم السياقه، اتخذت بعض الاجراءات باش تعفي المرتفقين يجيو لهاد المرافق هادو وما ياخذوا حتى شي يعني حتى شي خطر، ما يكون حتى شي خطر عليهم. مدات في عده وثائق والاجال بالنسبه لهاد المرتفقين هادو. ثانيا من بعد مضطر لتجاوز يعني شوف أستاذي أنا مضطر نعم. لتجاوز هذه النقطة فقط يعني أجوبة مباشرة نعم. لأنه لم يتبقى ربما سوى دقيقة نعم. يعني متى سيتم الشروع في يعني نقل الطرقي يعني في استئناف نشاطه؟ هذا سؤال هو النقل النقل الطرقي هو ما توقفش خاصة بالنسبة لنقل البضائع. ما ننساوش بأن هذه المرحلة كاملة نقل البضائع سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي استأنف نشاطه بصفة يعني عاديه جدا، الا بعض يعني التدابير اللي اتخذناها مثلا كتحديد عدد يعني الراكبين في كل شاحنه ما يفوقش اثنين حتى لا يكون هذا النوع من النقل يعني سبب في انتشار الوباء. بالنسبه لنقل الاشخاص في يعني في المرحلتين الاولتين ديال الحجر الصحي تقريبا وقفنا جميع انواع النقل بما فيها نقل المسافرين، نقل السياحي، النقل المزدوج اللي هو في العالم القروي، هذو كاملين وقفناهم باستثناء نقل العمال المستخدمين حتى تتمكن المعامل والمصانع في استئناف نشاطها وحتى لا تتوقف الحركه الاقتصاديه بالبلاد. من بعد ان شاء الله ما دابا تعلن على تخفيف من الحجر الصحي، الوزارة اتخذت إجراءات حتى يعود نقل الأشخاص إلى نشاطه العادي، ولكن باحترام مبادئ اللي هي مهمة. أولا سلامة المواطنين والراكبين والمستخدمين في المقاولات أو في المحطة الطرقية أولا، هذا المبدأ الأول. ثانيا التدرج حتى لا نرتكب أخطاء نندم عليها وحتى نكتسب يعني ثقة الراكب مستقبلا. مضطر ثالثا إشراك جميع المتدخلين حيث أن عملية النقل راه فيها المحطة الطرقية اللي كتشرف عليها الجماعات المحلية أو مقاولات خاصة، فيها الراكب، فيها النقل، فيها مستخدم نقل ومستخدم نعم. مضطر لمقاطعتك استاذ نور الدين نعم. ديب مدير النقل البري واللوجستيك بوزاره التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على هذه المشاركه، وعذرا لاننا لم نتمكن من الاتصال بك ويعني استغلالك للاجابه على مجموعه من التساؤلات. بهذا يعني نكون مشاهدينا قد استوفينا كل محاور يعني هذا العدد من كل شيء عن جائحه كورونا. اشكر لكم كرم المتابعه واستودعكم الله.